اصبروا ولتصمدوا فالله معكم، وغدا ستشرق شمس الحرية إن شاء ربنا. شكرا على المشاعر يا أهلي في الجزائر، أخوان الطيبين يا شعبا قد أراد، فكان ما أراد فدل الغاصبين. قضيتنا للأمن كن سلمي ولا لأسنا، نعلم أولادنا الوقوف جنب القضايا العادلة. الجزائر مأوى القضايا العادلة. أحبائي الجزائري وحده ما يحبش الحقرة، وسياسة الجزائر كدولة دائما الوقوف جنب القضايا العادلة. أحبائي هذا الشيء مهم جدا ونفتخر به. واش رايكم احبائي